للستات وبيشغلهم. حضرتك يعني هو كان مدير اعمال حضرتك وهو ميت قليل. كلمينا عنه. مش عارف هكلم ايه ولا ايه. كان مدير اعمالي 12 سنه. 12 سنه ما شفتش منه ولا خير. يعني ممكن كان يجي على نفسه عشاني. ازاي احكي لنا المواقف دي لان الناس عايزه تعرف، لان بصراحه في كلام كتير عن فطيم طلع ان هو كان يعني بيبهدل بوسي، ده هي اللي طلعت قالت كده، لكن طبعا يعني ام واولاده طلعت قالت ان هي ما بيحصلش كده وكان صاينها وما بيعملش كده خالص. فحضرتك يعني كان مدير اعمالك. انا راضيه عنه حضرتك، ده من اطيب شخصيات انا عمري في حياتي، حتى لو هشوف قدامي مش هصدق ده مش بني ادم يرفع ايده على ست، مستحيل. وكمان كان اب من اطيب من اطيب شخصيات حتى قبل في حياتك. كان ملك شخصيه، اطيب شخصيه قابلت في مصر. اللي يشتغل معاكي. كلمينا عن شكل العلاقه اللي ما بينك وما بين امك. معلش انا اسف. اخر حوار ضرب وقف على رجلي. اخر حوار ايه؟ اخر حوار ايه؟ اخر حوار ضرب ما بين حضرتك وقف ايه وقلت له ايه؟ والله كان قال لي انه هو هتخرج وكل حاجة يبقى في خير. اهم حاجة خلي بالك على نفسك. انا بقول له انت في حتة اللي مفروض انا اللي هقولك خلي بالك على نفسك. وكان بيهون علي، هو اللي بالشدة وكان بيهون علي. انا مش قادر اقول لك. كان محبوس وكان بيقول لي ما تخافيش ربنا هيجيب حقنا. كان يقول لي ما تخافيش ربنا، هو اللي كان بيهون علي، هو اللي حقنا جاي. فعلا فاطين كان زوج واب. فاطين كان ليا زوج واب، ما كانش زوج بس. انا مش هلقى زيك تاني يا فاطين في الدنيا.